روى أصحاب السير أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: انسبوني، أنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن أدد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.